حقيقة هذه التقارير يعني تؤكد حقائق موجودة على الأرض، يعني بدأت السيطرة على كثير من المواقع خلال كل الحكومات، وحتى الحكومة الحالية أيضا وسبقها حكومة عبد المهدي أيضا كان هناك يعني تنافس على بعض المناصب، وخاصة من التيار الصدري، مثلا منصب أمين عام مجلس الوزراء، اليوم أيضا لدينا منصب محافظ البنك المركزي، وكذلك وزير الكهرباء ووزير الصحة. حقيقة هذه المناصب أيضا لها أهميتها، إضافة إلى جمع من المستشارين والوكلاء وقرابة 170 مدير عام. هذا النفوذ يعني يؤكد ما ذهبت إليه رويترز وكذلك الإيكونومست قبلها أيضا، أن هناك يعني نفوذ واضح للتيار الصدري داخل المؤسسات الحكومية والمناصب كثير منها، وحتى من يستقيل يأتي ببديل من التيار الصدري.